هي دي بقى كل يا ابني خد البتاعه دي وانزل روح العب بيها بعيد. هي دي كل التفاصيل حياه حفيد البائس تحسين والدك؟ ايوه تمام كده اقدر العب معاهم واتلاعب بيهم المتطفلين المتملقين. يا ابني خد البتاعه دي وروح العب بيها بعيد. بظبطها احسن تنفجر. والله يا جد احنا كده هنروح ورا الشمس. وكلامك ده كلامك دوت لازم تغيره. ما ينفعش تقول متطفلين متنمقين كده. سلكاوي هيكشفنا وهيخلي ناصح ياخد جهاز عم واصل ويديه لعب عاطي، وعم واصل هيسرح ببطاطا بعد كده. ده بعد يا حبيبي، ما عادش غير عم عاطي كفته الفتل ده كمان. ما حدش يقرب من جهازي. اللي هيقرب من جهازي هفجره. سامعين يعني ايه؟ الجهاز مش راضي يظبط معايا. انا ما بعرفش اتمحط واتفحص في اختراعاتي الا في الحمام. هروح ولو سمعتوا اي انفجارات ما تتخضوش. حمام؟ والله انا ابويا ده صعبان عليا. كل ما يطلع من نقره يقع في ضحضيره. وانا اعمل ايه يا واخد؟ مع الاشكال العجيبه دي. ده هو زمان هناك بيتمرمغ في القصر والعزب بتوعي، وانا هنا في البيت الملعون ده. ايوه جاي ايدك من على الباب. لا تتشل يا سلكاوي. مساء الخير. ازيك يا اشرف؟ ازيك حبيبي؟ ازيك. ايه ده؟ مش شامم ريحه طبيخ يعني؟ انت ما قلتش لماما اننا جايين ولا ايه؟ لا اصل يعني اللي هو يعني اتفضل. ايه ده؟ انت عامل ايه بنفسك يا تحسين؟ يا نهار ابيض. انت زرعت شعرك ولا عملت ايه؟ شكلك عامل زي البشوات بتوع زمان والله. شكله قنبلة يا دي يا ناصح. ده هيبقى ايه في الدور؟ عشرة على عشرة. هيبقى حاجة أرجع وهيظبط الشغل والله. وحشني والله يا تحسين، وحشني. ايه الشرف ده كمان؟ حرامي. أعوذ بالله من غضب الله. يا ربي نفس تقل الظل ونفس السحنة الكئيبة تقولش بصلة معفنة وتقسمت نصين؟ سبحان الله. هو يا ربي بغباوته وبضحكته السخيفة حد يناولني بلغة أخبطه بيها على دماغه وأقف عصاله. أجيال خاينة بتسلم أجيال خاينة. اكفو. انت ايه الكلام اللي تقول؟ انا والله يا تحسين ما فاهم منك حاجة خالص. ايه اللغة دي؟ انا اشرف، ايه الغدا؟ مفيش غدا. مدام سهام تعبانه النهارده وشكلي هتعب انا كمان. ما هو الواحد لما بيشوف خلق كده زي حضراتكو بتجيله كرشه نفس وبتسد نفسه عن الدنيا كلها. يا سلام يا اخوي. امال انتوا بقى كده ان شاء الله هتاكلوا ايه؟ هناكل في نفسنا. ده انتوا عايزين تسفلقونا بقى يا سيدي. احنا هنطلب دليفري. وانت مالك؟ ومين دليفري ده كمان؟ هي ناقصاه. جرايه يا تحسين. ده الدليفري ده يعني خدمه توصيل الطلبات للمنازل. ماشي. هاتولنا بقى كلنا ونقعد بقى كلنا ناكل على السفره. بلغني انكم عايزيني في حاجه مهمه، موضوع مهم. اللي هو ايه بقى؟ الحقيقه هو كل خير، كل خير. اقسم بالله احلى خير. طب وايه ان شاء الله الخير ده؟ هنصطادوا سوا؟